قديما قالت العرب: اعرف المرء من فعله لا من كلامه، ومن عينه لا من لسانه. حكمة قالتها العرب منذ عقود طويلة، كما لو أنهم يستشرفون المستقبل بحكمتهم هذه. مستقبل لم يحمل معه سوى المأساة والمعاناة لسكان قطاع غزة، الذي كتب عليه الشقاء مع احتلال لا يعرف للإنسانية معنى ولا للقوانين دستوراً. فصدق العرب في حكمتهم. ففي 7 أكتوبر عام 2023 استيقظ العالم على عدوان قامت به إسرائيل على قطاع غزة، عدوان أنهت فيه إسرائيل على الأخضر واليابس، على البشر والحجر، عدوان أنهت فيه إسرائيل حق أصحاب الأرض في العيش كسائر شعوب الأرض. وبحكم التاريخ وبعمق الجغرافيا، تحركت مصر منذ اليوم الأول من العدوان الإسرائيلي لوقف هذا الإجرام الذي ينفذه الاحتلال بحق أصحاب الأرض، تحركاً مارست فيه القاهرة كافة أدواتها لوقف هذا العدوان. ولعل منع مصر خروج أي من حملة الجنسيات الأجنبية من القطاع قبل إدخال المساعدات الإنسانية خير دليل على دور مصر لوقف العدوان. ولأن مصر هي نقطة التلاقي بين الشرق والغرب ومحور الإقليم وكلمته، حضر إليها العالم في قمة القاهرة للسلام التي دعا إليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث كانت رسائل القاهرة فيها واضحة: وقف العدوان، إدخال المساعدات الإنسانية، ورفض تصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير سكان غزة. قمة أرسلت فيها القاهرة رسائلها بعلم الوصول، ونجحت من خلالها وقف تنفيذ المخطط الإسرائيلي في تهجير الفلسطينيين من أبناء القطاع. التحرك المصري لوقف العدوان على غزة لم يقف عند قمة القاهرة فحسب، بل كان محطة في سلسلة لا متناهية من التحركات قامت بها مصر في جميع أنحاء العالم. لم تترك دولة إلا وفضحت فيها ممارسات الاحتلال الإجرامية في قطاع غزة، كما نجحت فيها مصر أيضاً لحشد رأي عالمي ضد إسرائيل بعد أن كان كثير من الدول يؤيد عدوان الاحتلال بحق أبناء قطاع غزة. التهجير بالنسبة لنا احنا خط أحمر، خط أحمر. وبقوة الخط الأحمر الذي رسمته مصر ورئيسها منذ اللحظة الأولى للعدوان، كانت القاهرة حاضرة في عمليات المفاوضات التي كانت تتم من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإجراء صفقات للإفراج عن المحتجزين، وهو ما ظهر جلياً في استضافة مصر عدة اجتماعات لأطراف إقليمية ودولية على مدار الأزمة لوقف العدوان. كذلك مشاركة مصر في عدة اجتماعات خارجية لوقف مأساة الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة. ومن جنوب مصر لشمالها، ومن السلوم غرباً إلى رفح شرقاً، انتفض المصريون لمساعدة سكان غزة في مأساتهم. فكانت شحنات المساعدات تمتد لعشرات الكيلومترات بالقرب من معبر رفح من جانبه المصري، لتقديم المساعدات الإنسانية لأكثر من 2 مليون فلسطيني محاصرين في غزة. مساعدات بلغت نسبتها 90% من إجمالي المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى غزة، على الرغم من المعوقات التي فرضها الاحتلال في إدخال هذه المساعدات إلى القطاع. ولتبرير فشل الاحتلال في العدوان على قطاع غزة، سعت إسرائيل للتغطية على فشلها من خلال إطلاق سلسلة من الأكاذيب والادعاءات ضد مصر حول وجود أنفاق بين القطاع ومصر، أكاذيب حاولت إسرائيل ترويجها لتبرير استمرار العدوان على غزة ولتغطية الانقسام الحاد الذي تشهده داخل الحكومة الإسرائيلية.
منذ 7 عقود. لم تتخلى مصر عن دورها التاريخي في الدفاع عن القضية الفلسطينية لحظة واحدة. فحقا صدق العرب قديما فيما قاله: اعرف المرء من فعله لا من كلامه.